وينضم معنا مباشرة المحلل السياسي سيد حامد الدراجي، مرحبا بك. سيد الدراجي، هل سيتمكن السيد عادل عبد المهدي من ممارسة صلاحيات الممنوحة له بحكم المنصب بتكليفه برئاسة الوزراء بعيدا عن إملاءات الأحزاب والكتل السياسية اليوم في العراق؟ تحية لكم ست فريال، وتحية لزميلك العزيز ولقناتكم الموقرة والمشاهدين الكرام. حقيقة اليوم لدى السيد عادل عبد المهدي نوعين من السيناريو لغرض تشكيل الحكومة، أما أن يكون تشكيل الحكومة بمعزل عن الكتل السياسية واختيار شخصيات بصورة مباشرة، وذلك عن طريق يعني لجنة خاصة يقوم بتشكيلها هو ومن معه من المستشارين لغرض تجهيز هذه الكابينة الوزارية. والسيناريو الثاني وهو الشائع الآن في الأوساط الإعلامية، وهو اختيار كل حزب لخمس شخصيات أو ثلاث شخصيات، يقوم السيد عادل عبد المهدي باختيار إحدى هذه الشخصيات. حقيقة السيناريو الثاني هو الأقرب للواقع، لكنه شبيه بالسيناريوهات والحكومات المتشكلة في المراحل السابقة الثلاثة. حقيقة لدينا الآن مشكلة كبيرة جدا، هي كيفية استغناء الأحزاب عن تسمية الوزراء، وحقيقة وجعل مجلس النواب والأحزاب السياسية هي الجهة الرقابية الحقيقية التي تقوم بتقويم الحكومة وتقويم العمل والأداء الحكومي. نعم. اليوم نجد أن تشكيل الحكومة يتصعب يوما بعد يوم على السيد عادل عبد المهدي، باعتبار أنه لا توجد لديه أي كتلة قوية أو كبرى تحت قبة البرلمان لتسنده، إن كانت لديه رؤى خاصة به أو اختيار شخصيات. فبالتالي نعم. اليوم وجود سيناريو الأحزاب واشتراكها باختيار شخصيات هو سيصعب المسألة، وسيعود بنا إلى ثلاث مراحل سابقة وفشل آخر. نعم، لكن سيد الدراجي، اليوم الحزب الشيوعي العراقي يعني أكد التزامه بقرار السيد مقتدى الصدر بعدم تقديم مرشحين لشغل وزارات في الحكومة المكلف بها السيد عادل عبد المهدي. كذلك اليوم جبهة الحوار الوطني تحدثت عن منح الصلاحيات الكاملة للسيد عادل عبد المهدي باختيار يعني الوزراء في الكابينة الوزارية الجديدة. هل في ذلك لربما يعني إشارة إلى صلاحيات كاملة اليوم بالفعل لرئيس الوزراء المكلف؟ حقيقة نتمنى أن تكون الصلاحيات هذه التي منحت من الحوار الوطني ومن تحالف سائرون حقيقة أن يستنسخ على جميع الكتل السياسية، لا أن يكون على كتلة على خلاف كتلة أخرى، أو يكون هنالك بعض الكتل السياسية تقوم بتسمية مرشحين ويكون هنالك جزء آخر هو جزء تقويمي معارض داخل قبة البرلمان يقوم ب يعني تقويم عمل الحكومة المقبلة، وهذا ما تعمل به الكثير من الدول. الكثير من الأنظمة البرلمانية في العالم هو جزئين داخل قبة البرلمان، جزء يشكل حكومة وجزء الآخر هو المعارض. فنتمنى أن تكون هنالك تجربة للشعب العراقي وللبرلمان العراقي مثل التجارب التي يعمل بها الكثير من الدول البرلمانية. اليوم نجد أن بوادر المعارضة بدأت من سائرون والمحور، ونتمنى أن تكون هنالك جهات أخرى تحذو حذو هاتين الكتلتين لكي نعمل على خلق كتلة كبيرة جدا داخل قبة البرلمان تقوم بتقويم العمل الحكومي. نعم سيد الدراجي، تحالف سائرون تحدث بأنه سيكون يعني لن يكون بالمعارضة وسيكون من المؤيدين للسيد عادل عبد المهدي، وسيمنحه سنة كاملة تحت الاختبار ل يعني رؤية الإنجازات اليوم خلال هذه السنة. اليوم تقييم أداء السيد عادل عبد المهدي خلال سنة كاملة يعني قادمة، هل ستكون بمثابة تصحيح لنظرة للمعارضة اليوم في العمل الحكومي؟ حقيقة يعني تصريحات السيد مقتدى الصدر وكتلة سائرون هي ليست بالعدوانية للسيد عادل عبد المهدي، وإنما بتقويمية للحكومة المقبلة، باعتبار أنهم ليسوا
لديهم أي فيتو على السيد عادل عبد المهدي، وإنما هم سيقومون بتصحيح المسار السياسي لأداء الحكومة. اليوم هنالك فرق بين أن أكون أنا معارض سلبي للحكومة وبين أكون معارض إيجابي للحكومة. اليوم العمل التقويمي هو رؤية أخرى ومتابعة أخرى من قبل الكتل السياسية على الأداء الحكومي. اليوم السيد رئيس الوزراء إن ظهرت لديه هذه الشخصيات عليها تشوب الكثير من أعمال ومظاهر الفساد، بالتالي سيفرح السيد رئيس الوزراء بتقويم حكومته وجعلها حكومة إنجازات، لا حكومة صرف لأموال بالعبث وهدر للمال العام. اليوم وجود عمل تقويمي للحكومة أتوقع أنه مسألة إيجابية للسيد رئيس الوزراء بالشخص، وأيضا تقويم للعمل في الأداء الحكومي. اليوم وجود عملية تقويمية يفتقر لها البرلمانات السابقة، حتى وإن كانت هنالك الكثير من الاستجوابات لكن تحت دوافع سياسية وتسقيطية، وهنالك الكثير من المشاكل وجدت وكبرت بين الكتل السياسية السابقة، وعلى غرارها بدأت الانشقاقات والتوسعات بين الكتل السياسية. اليوم نجد هنالك مبدأ واضح منذ البداية، منذ قبل تشكيل الحكومة وبيان شكل هذه الحكومة، اليوم وجود معارضة إيجابية تقويمية، وهذا شيء إيجابي تحت قبة البرلمان. نعم، يعني بمعنى هل سنشهد تطبيقا حقيقيا لمفهوم صحيح للمعارضة خلال هذه الفترة بتغيير اليوم النظريات وتغيير الاستراتيجيات؟ طبعا حسب رؤيتنا للتحليل السياسي أنه المعارضة قبل تشكيل الحكومة هي مادة إيجابية أكثر من المعارضة بعد تشكيل الحكومة. هنالك فرق بين قبل تشكيل الحكومة وبعدها. قبل تشكيل الحكومة اليوم أنا أعلن أنني معارض إيجابي لهذه الحكومة باعتبار أن هذه الحكومة أعمل على تقويمها، وإنما إن لم يكن لي تمثيل بها بعد المشاورات والاتفاقات ولم يظهر لي أي اسم من كتلتي أو الكتل المناصرة لي في الحكومة وأبدأ بالمعارضة، إنما تلك المعارضة الأخرى هي سلبية، بالتالي أنه باعتبار أنه أني فشلت في التوافق على استلام وزارة معينة، فبالتالي اليوم هنالك فرق بين المعارضة ما قبل تشكيل الحكومة والمعارضة ما بعد تشكيل الحكومة. نعم سيد الدراجي، تحالف البناء أعلن عن تقديمه مشروع بإعادة ترشيح وزير الداخلية السيد قاسم الأعرجي وكذلك الدفاع السيد عرفان الحيالي لمناصبهم في الحكومة الجديدة، بحكم أن كان يعني عمل هذين الوزيرين يعني على مستوى جيد من خلال تسلمهم لهذه المناصب، هل اليوم باعتقادكم التغيير سيكون في هذه المناصب تحديدا في هاتين الوزارتين؟ التغيير بمعنى استبعاد اليوم الكفاءات، استبعاد الخبرة، استبعاد للإنجازات في الكابينة الوزارية الجديدة؟ حقيقة أيضا ذكر اسم آخر وهو وزير العمل والشؤون الاجتماعية. يعني أيضا ذكر بأنه لا غبار عليه في المرحلة المقبلة، لكن السيد عادل عبد المهدي ليس ملزما بهذه الأسماء باعتبار أن لديه رؤية ويحتاج اليوم إلى أن ينجح ما بدأه باختياره كرئيس وزراء. اليوم السيد عادل عبد المهدي عليه أن يختار شخوص هو يتفق عليهم لا الكتل السياسية تتفق عليهم، باعتبار أن المرحلة المقبلة هي مرحلة الأستاذ عادل عبد المهدي وليست مرحلة ما قبل عادل عبد المهدي، باعتبار أن اختيار هؤلاء الوزراء هو كان بشخصنا من غير السيد عادل عبد المهدي، باعتبار أنه لديه رؤية غير الرؤية التي كانت للحكومات السابقة، باعتبار أن تشكيل الحكومات السابقة كان على أساس تقاسم للسلطة ومشاركة جميع الكتل السياسية. اليوم على السيد عادل عبد المهدي أن يعي أن هذه المرحلة والمرحلة المقبلة الأربع سنوات المقبلة هي إن كان فيها عمل إيجابي سيحسب له كعادل عبد المهدي، وإنما إن كان هنالك فشل فيعتبر أنه مكمل للأربع مراحل الفاشلة السابقة، باعتبار أنه امتدادا مع تلك الحكومات. فبالتالي اليوم على السيد عادل عبد المهدي أن يختار شخصه سواء كانوا في الحكومات السابقة أو خارج الحكومات اختيارا دقيقا ومحسوبا، وعليه أن يعي أن هذه المرحلة هي الدورة الرابعة، هذه عليه أن يجعل فيها تغييرا جوهريا كليا
في أسس عمل الحكومة. بالتالي اليوم وجود مثل مظاهر الفساد حتى في الوزارات التي ذكرت، فبالتالي اليوم عليه أن يصحح في مسار العمل الحكومي سواء كان بنفس الشخص أو بغير شخص. نعم، المحلل السياسي حمد الدراجي، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك.